مع القرآن ترتيل وذكر به الأرواح تصفو كالغمام به الأرواح تصفو. عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قلت: يا رسول الله إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة من القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. مع القرآن ترتيل وذكر به الأرواح تصفو كالغمام به الأرواح تصفو كالغمام مع القرآن.